السلام عليكم أخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بالمشتركات جداد معنا في القناة. اليوم جبت لكم واحد الوصفة ديال بطبيعة الحال، يعني الكل كيعرفها، اللي هي بسطرة ديال الحوت. جبتها لكم بطريقتي الخاصة، إن شاء الله من اليوم ما تبقاوش تعكزوا عليها، بقاو معايا باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير أيضا. اذا بالنسبه للمقادير، فاول حاجه غادي نحتاجها هنا، خديت واحد العصير ديال نصف حامضه، خديت صلصه المحار واحد معلقه كبيره، خديت واحد معلقه ونص كبيره ديال مطيشه الحك، خديت واحد معلقه كبيره ديال الهريسه، وهنايا عندي العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، راه كتكون عند العطار، عندنا ورقه سيدنا موسى، وعندنا العطريه البزار، سكنجبير، الخرقوم، والبابريكا والملحه. غنحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الصلصوص ولا جوج المعالق كبار، غنحتاجو الحامض مصير بطبيعه الحال مقطع لطريفات صغار، غنحتاجو الفطر الاسود لي شامبينيون نواغ اللي غتكونوا وضعتوه في الماء السخون وخليتوه يترقد يعني واحد المده ديال 5 دقائق، غنحتاج واحد 500 غرام ما بين الكالامار والكروفيت، وهنا عندي الميرلون تقريبا واحد 300 غرام ولا 250 حتى 300 غرام، وعندي واحد 6 الفصوص 6 دروس ديال الثومه، انتم يمكن لكم تزيدوا ولا تنقصوا حسب الرغبه. وهنايا عندي القزبر والمعدنوس، حتى هو خصو يكون واحد الكميه اللي هي وفيره، وبطبيعه الحال الزيت زيتون فاش غادي نقليو، وغادي نحتاجو الشعيريه الصينيه. انا سبق لي ورقتها هنايا في الماء الطايب مع شويه ديال الخرقوم وشويه ديال البابريكا والملح بطبيعه الحال، وبطبيعه الحال يعني الحاجه اللي ضروريه اللي هي ورقه البسطيله. انا كنستعمل هنا في امريكا، كنستعمل هذه، كتجي صراحه يعني بخاتيك، كتحاولي تحكمي فيها وما كتقطعش. بالنسبه لطريقه التحضير، فكنوضع يعني هذاك القزبر والمعدنوس، من بعد كنوضع صلصه الصوجه وصلصه المحار. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش صلصه المحار يمكن لهم يستغناو عليها، هي كتزيد واحد الاضافه اللي هي زوينه. الهريسه ايضا كتبقى حسب الاختيار، كاين اللي كيبغي البسطيله يعني تجي حاره، وكاين اللي كيبغيها تكون محارش. هنايا غادي ناخد هذيك صلصه الطماطم وغادي نوضعها في واحد الكاس، وغادي نزيد معاها تقريبا واحد المعلقه 4 المعالق عفوا كبار ديال الماء، وغادي نخلطهم مزيان، ثم غادي نضيفهم على هاد المكونات الاخرى. غادي نحاول نخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، وغادي نضيفوا حتى الثومه حتى هي محكوكه. وايضا فقط للاشاره، البنات اللي بغات دير الزيتون في البسطيله ديرو، حتى هو كيجي يعني زوين. انا هنا ما كانش عندي، فطبيعه الحال استغنيت عليه ما درتوش. المهم خلطت الصلصه الرصوص مزيان، حاولوا تخلطوا حتى كيتجانسوا هذوك المكونات، وغادي تضيفوا الثومه حتى هي في الاخير، وزيت العود، حاولوا ديروا يعني واحد تقريبا واحد 5 معالق ديال زيت العود، 5 معالق كبار ديال زيت العود. وهنا غادي نحك هذاك الثومه، وغادي نمروا لطريقه الطهي ديال هذا السمك. بالنسبه انايا هنايا هذا الميغلون غادي ندخله غير الفران، غادي ندهنوا بهاد الصلصه من يعني الجهات بجوج باش ما كتلصق ليناش، وغادي ندخلها نطيبها في الفران. راه ما كتاخدش وقت طويل، دغيا دغيا كطيب وكتجي يعني صحيه، حيت الا وضعته في المقله يقدر يتفرتت ليا، فمن الاحسن كنبغي نديرو في الفران باش كيبقاو ليا يعني طريفات مقادين، وملي كنبغي نهرسهم راه كيجوني يعني كنتحكم فيهم. هنايا غادي نحاول نماغيني هاد الكروفيت والكلامه في الصلصه، ايضا غادي نحاول نخلطهم مزيان، وغادي نخليهم في الجنب، وكتخليهم واحد مده نص ساعه ولا ربع ساعه، المهم الا كنتو زربانين يمكن لكم يعني تخدموها هذيك الساعه، الا ما كنتوش زربانين فغادي تخليوها واحد نص ساعه حتى كيتشرب هذاك لاصوص مزيان. بالنسبه لهاد المشرومز او الفطر الاسود، حتى هو كان نوضع فيه شويه ديال لاصوص، انا كيعجبني نماغيني كل شيء باش ملي كناكل كنحس بالمذاق، يعني ديال كتحسي بالمذاق ديال البسطيله. هنايا غادي نمر باش نطيب هذاك الكروفيت والكلامه، غادي ندير واحد 2 معالقات ديال الزيت اولا معلقه واحده على حساب، وغادي نوضع هذاك ورقه سيدنا موسى، وغنبدا نقليها في هذاك الزيت مزيان حتى كتطلق هذيك النسمه ديالها، عاد كنضيف الكروفيت والكلامه.
اذا اخواتي بالنسبه للكريفيت والكالامار راه ما كياخدوش وقت طويل الا كثرتوا لهم الطياب، فالكالامار كيولي قاصح وملي كتعضوا كيجيك بحال كيتجبد. يعني كتحضروا الكريفيت راه اون فوا كيبان لكم بياض ولا الكالامار كيبان لكم بياض كتحبسوا لهم الطياب مباشره، كيخصهم يبقاو يعني نوعا ما طريين. هنايا لاحظتوا بانني راه صفيته من داك الماء وغادي نحتفظ بهذاك الماء جانبا، غادي نديره في الشعريه الصينيه هنايا ها هو وضعته فوق نار اللي تكون يعني متوسطه، وغادي نضيف هذيك لاصوص اللي بقات شايطه ليا، غادي نلوح ديك ورقه سيدنا موسى ونخليهم حتى كيتلقوا مع بعضياتهم شي شويه، غادي نضيف واحد جوج معالق ديال الماء كبارين. ها انتم ما بان لكم باللي راه بدا كيغلى. غادي نضيف لي شامبينيون نوار، وايضا غادي نضيف هاد الفيرميسال وغنحاول نخلط هذاك الشيء مزيان حتى كيبانوا لكم المكونات جانسوا مع بعضياتهم وداك الشيء شي يدخل في شيء. وغادي نحاولوا نزولوا هذوك الاوراق ديال سيدنا موسى ما نخليوهمش هنا. من بعد ما طاب لنا هاد المغلو غادي نحاول نقطعو طريفات صغار. هنايا كانت هذيك الجلده سقات، انا اصلا صراحه ما كتعجبنيش الجلده ديال المغلو، كنحاول نكرطها يعني بواحد المس اللي ما اللي زعما كي اللي كيبغي راه غير كيخليها، زعما ماشي ضروري تحيدوها. وتقطعوهم لواحد الطريفات اللي هما صغارين بيسكو عندنا يعني بسيطلات صغار، قطعوهم طريفات صغار. نفس الصلصه البنات، هاد لاصوص اللي وجدت معكم اليوم يمكن لكم تصيبوا بها البسطيله الكبيره، غير هو الطرافي ديال الميغنون كتحاولوا تخليهم شويه كبار، ويمكن لكم تشرملوا بهم حتى الحوت، راه كتجي رائعه 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 في المذاق. هنا بطبيعه الحال غادي نبدا نعمر هاد البسيطلات، وغادي ندير واحد المقطع اللي هو صغير باش نوري يعني الطريقه كيفاش كندور اولا كيفاش كنعمر هاد البسطيلات بالنسبه للناس اللي مثلا مبتدئات ولا الناس اللي اجانب بالنسبه لبعض الصديقات اللي هم اجنبيات. هنايا وضعت الفرماج، كاين اللي كيبغي يدير الفرماج كاين اللي ما كيبغيش يديرو، المهم كيبقى اختياري. انا درت لكم يعني الشكل بجوج، وحده بلا فرماج وحده بالفرماج، وخليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. اذا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات، كنتمنى يكون نال اعجابكم، وما تنساوش ديروا جيم. وبالنسبه للناس اللي كيشاهدوا الفيديو ما تنساوش ديروا سبسكرايب، والى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.